وللمزيد ينضم إلينا مباشرة من العريش محمود جميل مراسل التلفزيون المصري إلى هناك. محمود، حدثنا عن حجم الشاحنات التي وصلت اليوم وفي طريقها للدخول إلى قطاع غزة، وكيف يتم التنسيق لإدخالها؟ بعد التحية سحر، سأبدأ معك بما ذكرتموه فيما يتعلق بالمخيم الإغاثي الموجود في محافظة خان يونس. علمنا منذ قليل أن هذا المخيم وصل عدد الخيم فيه إلى 1050 خيمة، ليصل أو يستوعب ما يقرب من 5000 نازح من شمال غزة. وبالفعل هو يعني استقبل عدد كبير من النازحين، يقدم لهم الإعاشة الكاملة والوجبات الكاملة وكل الخدمات، سواء كانت الخدمات الصحية أو حتى الخدمات الغذائية. ويتم أيضا دخول بعض المستلزمات الطبية من خلال معبر رفح إلى هذا المخيم لدعم الأشقاء الفلسطينيين النازحين من شمال غزة إلى هذا المخيم، وهو استكمال للمجهودات المصرية التي تتم لدعم الأشقاء الفلسطينيين. هذا بالتوازي بالطبع مع استمرار دخول الشاحنات من معبر رفح. نتحدث عن أن اليوم دخل من بوابة معبر رفح من الجانب المصري، نتحدث عن 107 شاحنة دخلوا إلى منفذ كرم أبو سالم، بالإضافة إلى 92 شاحنة إلى منفذ العوجة. كل هذه الشاحنات بها عدد من المواد الغذائية التي تلبي احتياجات أهالي قطاع غزة، بالإضافة إلى عدد من المستلزمات الطبية. هذا على الجانب الآخر، أيضا المعبر يستقبل المصابين والجرحى. نتحدث عن استقبال 5 أو 6 مصابين اليوم من خلال هذا المعبر، يتم تقديم الرعاية الصحية لهم، بالإضافة إلى استقبال عدد من رعاية الدول الأجنبية. وهنا نقطة، أن هناك يعني تسهيل مهمة ممثلي السفارات المختلفة الذين يتواجدون أمام المعبر لاستلام الوافدين أو الرعاية الخاصين بهم، ويتم تسهيل بالطبع كل إجراءات الخروج للوافدين ومزدوجي الجنسية. ربما أيضا على الجانب الآخر، مطار العريش الذي لازال يستقبل كل الطائرات وكل الوفود. فيما يتعلق بالطائرات، عدد الطائرات وصل إلى مطار العريش منذ أن بدأ يستقبل في هذه الطائرات إلى 370 طائرة، لكن تجاوز 400 طائرة فيما يتعلق أو يشمل الزيارات والوفود. ولعلها ستكون هناك زيارة غدا يعني أشرتم إليها، متعلقة بوفدين من مجلس الشيوخ الأمريكي. هذه الزيارة بالطبع ستكون هامة لتفقد المساعدات الإنسانية. سيكون بالطبع تفقد المساعدات في مطار العريش ومدينة العريش، ثم التوجه إلى معبر رفح لأيضا تفقد الشاحنات والمساعدات الموجودة هناك. وربما تأتي هذه الزيارة أيضا تأكيدا على الجهود المصرية وتأكيدا على دور مصر في هذه الأزمة، سواء فيما يتعلق بإرسال المساعدات أو حتى جهود مصر السياسية والدبلوماسية التي تسعى لوقف إطلاق نار كامل داخل قطاع غزة. هذه الزيارة أيضا تأتي قرب زيارة مرتقبة للسفير الوزيرة الهولندية سيجريت كاغ، الذي تم تعيينها كمنسقة للشؤون الإنسانية وإعادة الأعمار في غزة. هناك زيارة مرتقبة لها بالتزامن مع بدء عملها في 8 يناير لإيجاد آلية لتسريع وتيرة دخول المساعدات إلى قطاع غزة. فبالتالي كل هذه الجهود مستمرة من الدولة المصرية بجميع الجهات والمؤسسات والمنظمات لدعم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة. نعم، محمود جميل مراسل التلفزيون المصري، كنت معنا من العريش، شكرا جزيلا لك.